تنتمنى هذا الفيديو يوصل لكافينفو الناس ديال لابريس ديال الاخ حسن الرافقي اللي صحفي سفير صحفي اللي جا عندنا تحمل المشقات ديال الطريق اللي ما تحملوهاش جمعيات اخرين هنا فين تتعيش جليله اللي كانت حضرات في المؤتمر العالمي ديال المراه هذه دار جليله هذه دار جليله وخورين الدار الاخت جليله هذا هو الواقع ديال جليله من رجعات من الدنمارك جليله هنا كتعيش واحد الدار اللي تفتقد ابسط وسائل العيش هذا المنحاض اللي غير مؤهل باش يكونوا فيه 6 ديال الدراري ومنهم 7 هذا هو البلاصه اللي كينعسوا فيها الدراري كيحافظوا فيها وكينعسوا فيها شحال من بيت عندك هنا جليله عندي شي 3 بيوت مؤخرا هنا طاح على الدراري هذا البيت هما كيحافظوا وقعت لهم شي حادثه طاح عليهم هادشي وقعت لهم شي اضرار لا اضرار ضربوا في وجههم والقياده راه سجلت الرابور ديالها هنا هو المطبخ ديال جليله هذا هو اللي تقدر توفر جليله لولادها هذا هو اللي تقدر تجيب جليله شنو هو هذا هو السكر والاتاي كيجيبوا يعني باش نقدروا نعيشوا الماء والزيت الثلاجه اللي عندنا هي هادي فيها حوايج اللي ما نقدروش كاع وهذا هو الخبز اللي تنعجن لولادي هذا هو الخبز هذا هو الدقيق المدعم تنشريوه بلاكارت ناسيونال هادو كل لاجئين حنا راه في المغرب وحنا بحال لاجئين هنا فين تيحفظ ولدي وتيحفظ ولادي كلهم وهنا كنوجه نداء لكافينفو تنقولها بلي حنا محتاجين تحقيق هذه المواضيع لان صحفي دار خدمته وجا باش يقول لكم كيفاش من بعد جلاله صادق ملي جات من الدنمارك انني راه ما تسجلش عليا انني تقاديت شي درهم اولا تقاديت شي حاجه يعني راه جيت بزيرو درهم ولكن تنوجه النداء ديالي للمسؤولين اللي تيهمونا حنا المسؤولين ديالنا حنا تنوجه النداء ديالنا لسيدنا باول حاجه كنقول له سيدنا حنا كنتوسلوا وكنطلبوك انك تحقق في الموضوع ديالنا ولادي محتاجين ليك ولادي محتاجين الناس نزهاء ناس مسؤولين يقدموا المسؤوليه باش ما يجيوش ناس اخرين يتجربوا بينا حتى نوليو اضحوكا للعالم وحنا ما فاهمينش كيستغلوا الفقر ديالنا وكيستغلوا الضعف ديالنا وكيستغلوا مثلا عدم الدرايه ديالنا مثلا بالسياسه ديالهم ولا بلا الخطط ديالهم مثلا حنا بغينا اننا نكونوا في الدنمارك ولا نكونوا في المانيا ولا نكونوا في شي بلاد اخرى بغينا حقوق ديالنا هنا في بلادنا نتسمى وحنا مثلا راه حنا مغاربه بالكرامه ديالنا وكنوجه نداء للجمعيات اللي كيستغلوا بحال هذا الضعف ما نبغيوش انهم الناس يستغلوهم وكنقولوا لكافينفو بغيناك تحقي في الموضوع تحقي بواحد النسبه كبيره جليله من بعد الدنمارك ومن بعد انها سجلات في تلفازات كبار من بعد انها سجلات في راديوات كبار بالاسماء نقدر نعطيهم ليك شنو التحسين اللي تحسنت جليله من بعد هادشي كله اللي قالت جليله هاد المغامره اللي غامرت جليله للدنمارك شنو التغيير ديالها شنو التغيير ديال الماثلات اللي تعيشوا في حالهم بحال جليله وتنشكر الناس اللي ضربوا هاد الطريق طويله بزاف باش يجيو يسمعوا شنو واقع هنا الشيء اللي بغينا الناس اخرين يديروا يدخلوا الموقع الحدث باش يشوفوا اشنو واقع نخليكم دابا نقدر نقعد مع وليداتي السلام عليكم